عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المساء اليمني. وأرحب أيضا بالأستاذة جهاد الجفري، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية. مساء الخير أستاذة جهاد، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير أستاذة جهاد. طبعا هذه الحلقة هي بعنوان العيد بدونهم. هذا العيد، العيد بدونهم فصل من فصول اليوميات مفتوحة الجرح والذاكرة بالنسبة للذين خلت منازلهم العيدية من أصواتهم وضحكاتهم ومن وجوههم التي لم تعد بعض ملامحها حاضرة إلا على هيئة ذكريات من الصور مثبتة على الجدران. عيد المساحات الحزينة في تلك الأماكن التي أصبحت بدونهم، بدون الذين كان الفقدان هو الحاضر الأبرز نيابة عنهم، أولئك الذين غيبهم واقع الانقلاب وظروف الحرب. العيد بالنسبة لذوي المختطفين تحصيل حاصل يوميات الألم، حيث الحياة بالنسبة لهم أشبه بممر طويل وحزين في رحلة البحث عن الذين وضعهم الانقلاب في السجون السرية مجهولة العناوين وفي ظروف اختفاء غامضة مجهولة الأسباب والنتائج. لم تحرك نداءات أمهات المختطفين الضمير المعطوب بالنسبة للسجان، ولم يرق له جفن لرؤية أيديهن المتعبة التي لوحت عند الظهيرة، ولا للضفائر السوداء التي احترقت ذات يوم في رصيف الاحتجاج. العيد بدونهم مئة قصة وقصة بإمكاننا العثور عليها في جدران المنازل التي تعاني الفقدان، حيث خلت من هدايا الفرح وأغنيات اللقاء وما تيسر من البالونات الملونة للأطفال الذين صم الجميع آذانهم وضمائرهم عن سؤالهم الجريح: أين أبي؟ العيد لحظة تتجدد فيها ذاكرة الوجع بالنسبة للذين فقدوا إخوتهم وأباءهم وبعض أفراد عائلاتهم وأسرهم بسبب الحرب، ومن رحلوا ونزحوا وغادروا الأحياء والنوافذ أو تلك المنازل التي تحوي في أحشائها سرير معاناة لجريح مقعد توقفت أقدامه عن الحياة ولم يتوقف الأمل في أنفاسه. المساء اليمني يتلمس لحظات العيد بدونهم مشاهدينا الكرام، فأهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة، وأرحب بك من جديد أستاذة جهاد. أستاذة جهاد، يعني هذه الحلقة يعني نحن بالتأكيد كنا نود أن تكون حلقة عيدية مليئة بالفرح والابتسامات، ولكن الوضع في اليمن وكثير من الأسر لا زالت تعاني، والعيد بدون أحبائها مشكلة تعاني منها الكثير من الأسر، كيف تعلقين؟ طبعا الذي يحدث في اليمن هي نتائج للحرب، نتائج لما حدث. الوضع في اليمن وضع كارثي، الناس في اليمن ما بين معتقل، ما بين شهيد، ما بين خايف، ما بين مطارد، ما بين نازح، ما بين منفي، من الوضع أصبح كارثي بمعنى الكلمة. الكل افتقد الاستقرار، الكل افتقد الأمان، الكل افتقد الانتماء والارتباط بالأرض والوطن، وقضاء العيد داخل الوطن له معنى كبير. يعني ليس القضية قضية عيد، ولكن قضية ارتباط وأهل وأسرة وأماكن، ويعني الإنسان يرتبط حتى بالأماكن، فكل هذا فقد. العيد يحمل معاني كثيرة، أهم هذه المعاني هي صلة الأرحام، وصلة الأرحام صارت مفقودة في الحرب، في الظرف اللي فيه اليمن، وضع العائلات والفقر المدعق اللي طحن كثير من طحن العائلات. يعني كنا في اليمن فيما قبل 2015 و2011 كنا نعاني من الفقر، كنا نعاني من البطالة، كنا نعاني من فقدان الخدمات، كنا نعاني من أشياء كثيرة في عام من قبل 2011، ولكن الآن إضافة إلى ما سبق زاد الفقر وزادت البطالة، وفقدوا أولياءهم وفقدوا الأخ والأب والابن، يعني إضافة إلى ما كان زادت الحرمان والفقدان والمعاناة الشديدة. الآن زادوا عدد نسبة الأيتام وزادت الأرامل، وكل هذا نكسة على اليمن. بالتأكيد سنفتح مثل هذه الملفات أستاذة جهاد، ولكن اسمحي لنا أيضا والسادة المشاهدين أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. يأتي العيد وبيوت كثيرة في عدن تفتقد أحباء فيها غيبتهم الحرب ونغصت كل مناسبة تتجمع فيها الأسرة، إذ تذكرها بفقيد كان بينهم ذات يوم. أم الشهيد أحمد الحسني مر عليها هذا العيد كسابقه، مفتقدة ابنها الشاب ذي 20 عاما الذي اغتيل برصاص قناصة أردته في الوقت الذي كان يسعف الجرحى. رح إسعاف واحد رجع، وإسعاف الثاني للنقيب،
كان الإسعاف الأخيرة وطلقوا منه. حتى المرضى كانت تصيح تقول دحين كان دا إسعاف معي دحين كان دا. الحزن هنا يصيب قلوب الأمهات أولا، ثم يأتي الأبناء يكسوهم اليتم فوق ملابس العيد. وفي هذا المنزل حالة الفقد معقدة قليلا، إذ لا يعرف مصير سامي شرف والد هؤلاء الأطفال. بس ما ناقصنا إلا سامي، ما هلوش، ضاع 13/8 راح قبها ما عاد قاعش للآن مفقود. بعد أبوه من بعد توفى هو حسرة عليه، كان يشتغل بتاكسين صرف على جواله، لما دحين فقدناه نحن نفتخر. إن كان ما تقولوا لنا وإن كان عايش يقولوا لنا سقين. تضاربت إفادات جهات في ميليشيا الإنقلابيين حول مصير سامي وحالته، لذلك يعد مخفيا تتعلق قلوب أهله بين الرجاء واليأس. خلفت هذه الحرب شهداء مدنيين أو مقاومين اضطرتهم الحرب لحمل السلاح. ففي أقصى الضواحي الغربية لعدن في منطقة فقم، كان أسامة سهيم موظفا في مصافي عدن، ولم يعلم أن أطفاله الثلاثة سيقضون العيد دونه بعد استشهاده في إحدى الجبهات. مسؤول على النقاط اللي في الجبال اللي في السواحل، كان حتى لما يشيو طلبوا تعزيز كان يقيل القرية من بير معه، كان يخرج 10، قال لهم سألكم بالله رجعوني، رجع حتى بوس هذا ومشى. سبحان الله كأنه حاسس أنه بيموت، سبحان الله مات بهذه الليلة. 3000 شهيد في محافظة عدن هي آخر إحصائية من قبل الجهات الرسمية، وتعد أسرهم وأطفالهم تحديدا شريحة تستحق الالتفات. وفي الأعياد والمناسبات يكونون أكثر حاجة للالتفات والمواساة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. عودة إليكم مشاهدينا الكرام. أستاذة جهاد، يعني ذكر التقرير ربما بآخر إحصائية 3000 شهيد، يعني 3000 منزل عانى هذا العيد من فقدان عزيز أو يعني قريب له بشكل أو بآخر. يعني الجرحى والشهداء بالذات، يعني بدأنا فتحنا موضوع الشهداء، كيف يمكن للمجتمع أن يقوم بإسناد مثلها هذه الأسر التي عانت مرارات الفقدان؟ طبعا أنت قلتي 3000 شهيد، الشهيد هذا نكبته. طبعا 3000 في عدن فقط، في يعني عدن طبعا ثلاثة ألف. إذا كنا نقصد إنه واحد من كل أسرة، فهذا الواحد له أخوال له أعمام كلهم أصيبوا بنكبة وألم بسبب وفاة هذا. فنضيف إلى 3000 إضافة، نضيف ممكن نخليها 9000 إضافنا أعمام وأخوال، يعني كلهم عانوا من فقدان شخص واحد. تحدث عن مدينة عدن، ما بالك بتعز بالضالع صنعاء بصعدة بكثير من المحافظات التي عانت اللي حدث بسبب هذه الحرب. اللي حدث في اليمن اختصر جرائم ونكبات تحدث في دول ثانية في فترات طويلة، ولكنها حدثت عندنا في سنة فترة واحدة، فترة قياسية يعني، فترة في سنة واحدة ما شاء الله، يعني عدد كبير جدا من الشهداء والمعتقلين طبعا انت سؤالك عن انه الاسناد المجتمعي، كيف يمكن ان يساند مثل هذه الاسر؟ يفترض اولا احنا كمسلمين هذا دورنا، ان احنا نتكافل، والاسلام حرضنا وحضنا على الاهتمام باليتيم والارمله وجعلهم في مقام المجاهد في سبيل الله. فهذا يستدعي انه كل من قادر على الوقوف مع الارمله ومع الايتام ان يقف معهم بكل شيء، اقلها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هو بالمسح على الراس، تدخل الفرحة والبهجة إلى قلب اليتيم. والوقوف مع هذه الأرملة والوقوف مع الثكالة والأيتام يعني كالساعي في سبيل الله، يعني كأنك داخل يعني فاتح لنفسك طريق إلى الجنة. وهذا هو المهم، إن احنا كمجتمع نتكاتف ونتكافل بقدر الاستطاعة أنك تدعم هذه العائلة. وهذا الدور الأول يكون على الدولة، يفترض يعني الدور أولا على الدولة، وثانيا هو على المجتمع الذي يجب أن لا ينسى هؤلاء في وقت محنتهم. نعم. طيب أستاذة جهاد، يعني في هذه الفقرة أو في هذا التقرير شهدنا أيضا ابتسامات الأطفال، حملهم البالونات الملونة، ذهابهم للحدائق، يعني إصرار اليمنيين على العيش وفرحة لحظات العيد، كيف تعلقين عليه؟ أولا الطفل هو يعيش لحظته، طبيعة الأطفال يحبوا أن يعيشوا اللحظة، لا يعيشوا على تراكمات قديمة مثل الكبير الذي يعاني من التراكمات.
ولكن الطفل يريد أن يعيش لحظة الفرح والبهجة، يتمنى أن تكون لحظة الألم قد زالت، ويتمنى أن يرى في مستقبله الجميل. أعتقد أن احنا طبعا عدن كمدينة محررة يفترض أنه يكون فيها الأمن والأمان، ويفترض أنه تكون في ظل السنة اللي فاتت أنه تكون في تمت يعني بعض التعويضات والاهتمام بأسر الشهداء والمعتقلين، ولكن للأسف يعني لم يحدث شيء من هذا كله. ولكن يظل أن الناس في عدن وجدوا الأمان أكثر من أي مدينة أخرى. نعم. أيضا لا ننسى أن هناك غير الشهداء يعني معاناة الأسر التي فقدت شهيد، هناك معاناة أيضا من اختطف لهم ومن اعتقل لهم. قبل أن نتحدث معك تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأخت أم محمد قريبة الأستاذ محمد قحطان عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أم محمد. الخير والعافية. أم محمد، يعني هذا تقريبا ثالث عيد تقضيه أسرة المعتقل محمد قحطان بعيدة عن عائلها، بعيدة عن والدها، كيف قضت هذه الأسرة هذا العيد؟ أولا كل عام وأنتم بخير، وكل اليمنيين بخير وصحة وعافية، واليمن بإذن الله عز وجل إلى خير وفي خير بإذن الله. عزيزتي، عائلة محمد قحطان تستطيع أن تعتبريها عبارة عن ثلاث مدارات من الكواكب المضيئة. مدار العائلة الصغيرة، عائلة الصغيرة تتخيل يعني الأب يظل هو محور الفرحة عموما في العيد. صحيح. الأب هو مصدر الهدايا، مصدر الزيارات، الخروج، الفسح، اللعب، البهجة، الجلسات العائلية، يعتبر هو المركز الأساسي. عندما تقضي العائلة ثلاث أعياد بعيدة عن هذا الأب، هي تستطيع أن تقولي أن العيد بالنسبة لها فرحة منتزعة من وسط الألم والغصة. نعم. إضافة للمدار الثاني وهو العائلة الكبيرة، والدته الكريمة، أعمامه، خواته، إخوانه، فقدوا الصوت البشوش الذي يطل عليهم كل صباح في العيد بمرحه ببساطته كإنسان عادي، إنسان بسيط الأستاذ محمد قحطان، ليس فقط سياسي كبير. نعم. المدار الثالث هو العائلة الكبيرة، اليمنيين الذين افتقدوه وأحبوه، لكنهم الحمد لله ما زالوا مؤمنين وواثقين بعودته حرا كريما بإذن تعالى. الحقيقة العيد كان بالنسبة لنا يعني شيء من الألم، حاولنا أن ننتزع فيه البهجة لكنها لم تخلو أبدا من نزعات الحزن والألم. عزاؤنا الوحيد أن القضية التي يقضي محمد قحطان فيها جزءا هاما من حياته هي قضية وجود ووطن، هي تدافع حق وباطل. عزاؤنا أنه أن هذا هو قدر الكبار. محمد قحطان هو بذرة سبتمبرية جمهورية ثورية زبيرية خالصة، وبالتالي ستظل شامخة كما الجمهورية شامخة. بالتأكيد أخت أم محمد، يعني لم تيأس أسرة محمد قحطان ورتبت الكثير من العديد من الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بالإفراج عنه أو بمحاولة التعرف على مكانه وعلى صحته. هل من جديد بعد هذه الوقفات، هل وصلتم إلى أي جديد؟ لا جديد يا أختي العزيزة، للأسف الشديد يعني كل يوم نشعر أن ما بيننا وبين محمد قحطان أبعد من بين السماء والأرض، والسبب هو عبارة عن كتل من الكبر والغطرسة من التجبر والاستبداد. وإلا محمد قحطان هو إنسان يمني، أخ مسلم لك، له عائلة، له أسرة، له محبين، قبل كل شيء، قبل الحسابات السياسية أو الحسابات الحزبية. كل يوم يزداد هذا الشعور تجذوا فينا، لكنه بالتأكيد لن يسبب اليأس نهائيا، لأننا نؤمن أن الحرية يا أختي الحبيبة هي قدر العظماء جميعا. بالتأكيد. وإيماننا بالله عز وجل إيمان موثوق، لا تهزه الأسلحة ولا تهزه الاعتبارات العالمية. نعم، خاصة أن الأستاذ محمد قحطان يعني هو معتقل سياسي وليس أسير حرب، للأسف تقايض به الميليشيا بهذا الشكل. كان هناك أحاديث أختي أم محمد عن الإفراج عن المعتقلين في فترة رمضان، هل كان يعني تصلكم بوادر أمل أن يكون من ضمن هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم؟ سيدتي الفاضلة،
محمد قحطان التقينا بمنظمات مختلفة ابتداء من الأمم المتحدة إلى الفوضية إلى غيرها من المنظمات. الجواب الذي كنا نتلقاه صحيح أن هناك تعاطف كبير لإيمانهم أن محمد قحطان هو شخصية سياسية والمفترض أن يكون لها احترامها. نضالها هو نضال فكري سياسي بحث، لا يمس السلاح، لا ينتمي إلى السلاح بأي حال من الأحوال، لكنهم في الحقيقة يقولون أن قضيته مستقلة ولوحدها وحساباتها مختلفة وخصومه كثر. كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نواجه كل هذه العراقيل بالابتسامة، لأننا نعرف أننا يوم من الأيام سنفتح الباب لنجد وجهه المبتسم بإذن الله. بإذن تعالى فرحكم الله بعودته سالما غانما أختي أم محمد. شكرا جزيلا لك ولحديثك معنا في هذه الليلة، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى أم محمد. قريبة الأستاذ محمد قحطان كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذة، يعني كما تحدثت الأخت الفاضلة أم محمد عن ثلاث مدارات هي ربما اختصرتها، هناك الكثير من الوجع يصيب يعني من يصيب يعني الدائرة المحيطة بالشخص الذي يفقد، سواء كان شهيد أو معتقل أو مختطف أو حتى جريح. كيف تعلقين على حديث الأخت أم محمد؟ معاناتهم هي معاناة كل عائلة فقد لها أحد، اعتقل لها أحد، اختطف لها أحد، ليست معاناة خاصة. وأعتقد أنه ربما هم وضعهم أفضل لأنه يسلط الضوء على المختطف اللي هو الأستاذ محمد قحطان، في تسلط الضوء عليه والناس تشعر بمعاناته ومعاناة أسرته، ولكن هناك ناس ليسوا مشهورين ولا أحد يتابع وراءهم ولا أحد يهتم بهم. نجد أنه لابد هناك حاجة لتسليط الضوء على هؤلاء، والمعاناة هي واحدة لا تختلف من بيت إلى بيت ولا اسم إلى اسم، أبدا لا يوجد اختلاف. إذن يعني بالتأكيد هناك الكثير من عشرات المختطفين الذين لا يجدوا كما تحدثتي من يتحدث عنهم، لا في صحافة لا في إعلام ولا حتى يجدون القدرة أو القوة في طرح ولا إيصال الصوت ولا إيصال الاسم، بعض الناس طيب لا يعرفوا الاسم. مثل هؤلاء أستاذة جهاد، ما واجب المجتمع نحوهم؟ كيف يمكن يعني ان يتلمس حاجتهم في يعني في هذا الكم الهائل من الظلام؟ كيف يمكن ان يجدوا بقعة ضوء ولو صغيرة؟ اولا اعتقد ان المهمة الاولى هي تقع على عاتق الاعلام، الإعلام يجب أن يظهر هذه القضية وأن يهتم للذين لا شهرة لأسمائهم. علينا الاهتمام بكل معتقل وكل إذا كان في معتقلين من شباب الثورة إلى الآن هم في السجون ولم نستطع على إخراجهم حتى في حكومة الوفاق. أعتقد أن الظلم واقع على كثيرين والكل يساهم في السكوت، وكل من يساهم على هذا في هذا السكوت هو شريك في الجريمة. أعتقد أنه يجب على الإعلام أن يتكلم وعلى المنظمات أن تتكلم وعلى كل من يستطيع أن يتكلم عليها أن يتكلم وألا يسكت. والآن يعني صاروا يقولوا أنه زعيم المعتقلين وأعتقد هو إبراهيم الحمادي يعني. هذا الشاب الذي اعتقل أيام الثورة بتهمة ملفقة ولم يفرج عليه حتى يعني الآن. العار الذي يلحق بنا كلنا شباب الثورة وأهله يعني كل من كنا في الثورة، العار الذي يلحق بنا أنه جاءت حكومة الوفاق ولم نستطيع إخراجه ولا إخراج الشباب المعتقلين. فأعتقد كانت رسالة بالغة التأثير التي وإذا كنا في ذاك الوقت والذي كان أحزاب اللقاء المشترك والذين شاركوا في الثورة لم يستطيعوا أن ينقذوا الشباب المعتقلين وهم بتهمة الثورة بتهمة أنهم ثوار، فكيف الآن نقدر أن نستطيع يعني أن نخدم أحد أو نفيد أحد؟ أعتقد فقط هو أن احنا نظهر قضيتهم للعالم، نعرف العالم بهم وبأسمائهم وخاصة المجهولين. الأستاذ محمد قحطان يستحق الاحترام والتقدير والاهتمام بقضيته، ولكن ليس هو الوحيد. وأعتقد أنه غيره من الغير معروفين والغير مشهورين ظلموا في ظل اسمه الكبير، ظلموا بأنه لا أحد يبحث عنه. نقول هذا دور منظمات ما زالت تعمل في الداخل والإعلام. مبادرات شبابية، الإعلام ما الذي يدريه أن فلان مختطف إن لم أكيد لم طبعا يصل، ولكن الإعلام عليه تسليط الضوء على القضية العامة، القضية بمجملها، لأنه تسليط الضوء على القضية بمجملها يستدعي ثم فيما بعد للبحث في التفاصيل. ولكن كما قلتي المنظمات وذوي الأهالي، أهالي ذوي المعتقل والمختطف، لو كان هناك من يبحث عنهم ويعرف من المختطف من المعتقل، أعتقد بتكون القضية أعم وأشمل وأفيد. نعم.
طيب هناك بالتأكيد أضرار نفسية تصيب يعني أهالي المناطق التي تعرضت لاجتياح الميليشيا والتي فقد عائلها أو اختطف أو يعني ما هي أبرز هذه الأضرار النفسية التي يمكن أن تعاني منها أسرة فقدت شهيد أو يعني مختطف لديها مختطف أو جريح في الداخل؟ أعتقد أنه لا يوجد اسم معين لحالة معينة أو مرض معين ممكن يصيب المتضررين في أثناء الحروب، ولكن هي أعراض كثيرة ومتنوعة، في حالات تصيب الأطفال، في حالات تصيب النساء، في حالات تصيب الرجال، وفي أشياء يعني تتعلق بالفوبيا اللي هي تزداد قضية الخوف عند الأطفال والنساء، يعني في إجهاض يحدث كثير عند كثير من النساء، الإجهاض بسبب الخوف. في قضية بعض الأطفال يصابوا بمرض التأتأة نتيجة للخوف، الخوف الشديد طبعا تحته تأتي أسماء عديدة للأمراض كثيرة ومتنوعة، حتى بعض أنواع الشلل يأتي نتيجة للخوف، بعض أنواع العمى، السكر أيضا، أيوة كثير من الأمراض. الحروب لا تأتي بمرض، ولكن تأتي بأمراض وتأتي بأضرار عديدة ومتنوعة. وأعتقد أنه من مهام الحكومة ومن مهام المهتمين بحقوق الإنسان أنهم يعملوا على إعادة تأهيل للمتضررين. هذا يعني باعتبارك أو بكونك أخصائية اجتماعية أستاذة أستاذة جهاد، ماذا عن مسألة الدعم النفسي لضحايا الحرب؟ كيف يمكن أن خاصة في المناطق المحررة؟ أيوة أنا قلت لك بالكلام، قلت لك أنه يفترض أنه يكون في من قبل المهتمين والحكومة ومهتمين بحقوق الإنسان أيضا أن يعملوا على عملية تأهيل نفسي لهؤلاء المتضررين. نعم. طبعا هذا شيء لا يمكن يحدث في بلادنا، لكن إحنا نتمنى، يعني نسعى نتمنى لذلك. نتمنى. نعم. إذن تنضم معنا أيضا الأخت هاجر قاسم هيثم زوجة الشهيد طه عبد السيف عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذة هاجر. مساء النور، حياكم الله. مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير أستاذة هاجر. يعني هذا العيد يمر عليكم بعد فقدان الشهيد زوجك، كيف تتحدثين عن هذه اللحظات؟ أولا أهنيكم وأهني الشعب اليمني جميعا بعيد المبارك، عاده الله علينا بالخير والمن والبركات. وثانيا أقول أن العيد بالنسبة لي ولكل زوجة شهيد ولكل أم شهيد هو عيد لا يخلو من الألم، لا يخلو من الألم أكيد. هي الأيام التي تمر يوميا حتى زناشة قد الجاهل، لكن مثل هذه المناسبات عندما تأتي تذكرنا في كل لحظاته بأيام كنا نعيش مع أناس فارقنا، ذهبوا شهداء سواء كانوا شهداء أم كانوا مختطفين أم كانوا مع مسجونين، لكننا الحمد لله صابرين وصامدين حتى وإن كان العيد يسوده الفرح والبهجة، غير أن قلوبنا كلها مظلومة بفقد أحباب كانوا معنا في السنين الماضية. نعم، يعني من أين تستمدون هذه القوة أخت هاجر؟ يعني هناك كما قلتي هناك فرحة لابد من أن تعاش رغم المرارة ورغم الألم، هل كون زوجك يعني شهيد الوطن ذهب لأجل يعني الدفاع عن قضية وعن مبدأ؟ نعم، القوة التي نستمدها هي أولا قوتنا وإيماننا بالله وبالقضاء والقدر، وثانيا القوة التي نستمدها وصبرنا بقوة التصبر هو أن زوجي وكثيرا من الشهداء ذهبوا فداء لهذا الوطن، وهذا شرف عظيم نعتز به حتى وإن كان ألم، حتى وإن كان أليما، حتى وإن كان صعبا، حتى وإن كان قاسيا، حتى وإن كان أمر لا ينسى أو لا نتجاهله، لكننا نقول هم شهداء في شهداء الوطن، هم الذين هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، هم العظماء، هؤلاء العظماء كل شهداء الوطن في كل أنحاء اليمن، هم العظماء الذين ذهبوا فداء لهذا الوطن، هم غاليين علينا لا يغلى عليهم شيء، أما الوطن فهو غالي على الجميع. أخت هاجر هل لديك أطفال؟ نعم لدي 4 أولاد. ما شاء الله، ربنا يحفظهم لك ويخليهم خير عوض بالنسبة لك. كيف قضوا العيد وكيف استطعتي أن يعني تقومي بدور الأب والأم في نفس اللحظة خاصة في لحظات عيدية مثل هذه؟
طبيعي الأولاد في هذه اللحظات يتذكرون كل زاوية، كل قول، كل عمل، كل فعل كان يقدمه أو يقوله أو يفعله الوالد لهم. علي أن أتقوى، وحتى وإن رأيت، حتى وإن كان ذلك أمرا قاسيا، أن أتقوى وأصبر أولادي، حتى طبعا أرى الحزن والألم في عيونهم، هذا شيء أكيد، خصوصا مثل هذه المناسبات العظيمة التي كانت عندما تأتي وهو موجود بيننا. تأتي ليست كسائر الأيام، تأتي أيام مختلفة، لكن علي أن أتقوى وأتصبر وأن لا أجعل أولادي يعيشون فترة أو لحظات يعني فيها الفقد وفيها الحنان. أراقبهم في دخلاتهم، أراقبهم في خرجاتهم، لا أدعهم يعني يعتزين عزلون لحالهم، إنما أزور الأهل معهم الحمد لله، إنما هو التقوي والتصبر كما نقول التصبر. أليم جدا. نعم، أمدك الله بالقوة أخت هاجر، ونسأل الله أن يعطيك الصبر أيضا والقوة على تربية هؤلاء الأبناء وأن يكونوا على درب أبيهم بإذن تعالى. شكرا جزيلا لك أخت هاجر محمد قاسم، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، عفوا هاجر قاسم هيثم زوجة الشهيد طه عبدو سيف. إذا مشاهدينا الكرام، أيضا أستاذ جهاد، نذهب فقط لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ جهاد. أستاذ جهاد، يعني نحن تحدثنا عن الكثير من القصص يعني التي هي مخبأة خلف الجدران، ربما لم تظهر يعني للعلن، وهناك أيضا ربما عزة نفس الأسرة اليمنية التي لا تود الحكي عن ظروفها المعيشية، لا تود أن تتحدث، التي فقدت عائلها، كيف تعيش، كيف تحيا، كيف بالإمكان تلمس ذلك بعيدا عن الدعايات، بعيدا عن الصخب، بعيدا عن التصوير، بعيدا عن الإعلام؟ يعني ما الذي يجب عمله يعني كجار، كقريب، كمؤسسة خيرية، كجامع يحث على يعني تلمس جراح من بجانبنا؟ موضوع التكافل الاجتماعي والإنساني هذا موضوع أساسي في ديننا وكل الناس يعني، لكن ألا يعني تشعري أن الحرب ربما تغير بعضا من النفوس؟ يعني تشعر بأنه يعني الظروف ليست الآن جيدة لأن نتحدث عن أحد؟ هي القضية أنه البلاء عام والفقر عام منتشر، والبلاء والقضية أنه أيضا ربما جارك اللي كان في يوم من الأيام حاله أفضل منك صار حاله مثلك ويمكن أسوأ. يعني توقفت الرواتب، توقف الدخل، يعني كثير من الناس صار في حالة صحيح. أعتقد أنه العاتق أعتقد أنه المسؤولية الآن حاليا تقع على المغتربين، يفترض أن المغتربين وضعهم أفضل، هم اللي المفروض يدعموا من في الداخل، لأنه اللي في الداخل حالهم أصبح متشابه. يعني اللي عنده أموال وقدر أنه يخرج أمواله، لكن الفقير لا يستطيع والوضع صعب. فأعتقد أنه المسؤولية تقع على المغتربين، عليهم أن يتكاتفوا ويهتموا بهذا الأمر. أعتقد أنه لو كل المغتربين دعموا، يعني كل واحد حتى تكفل بعائلة، أعتقد أنه الأمر بيخف. ربما هذا ما وجدنا، خاصة يعني بعد أن شاهدنا صور الصرافة في فترة العيد، كيف امتلأت الطوابير العديدة. يعني طبيعة اليمنيين، نعم، في يوم التماسك الاجتماعي هذا ما أود الحديث عنه. هناك تماسك اجتماعي رغم الظروف العصيبة، هناك تراحم يظهر، هناك شباب أظهروا مقدرات عالية في كفالة كثير من الأسر من خلال النشاط المجتمعي، من خلال الفيسبوك. يعني كيف ممكن أن نحث مثل هذه المبادرات؟ عادة دائما المحنة تأتي منها منحة، فأحيانا يكتشف الإنسان في داخله خير كبير يريد أن يقدمه، عنده قدرات تظهر في هذا الوقت، الوقت الحرج الضيق، وهذا فعلا اللي اكتشفناه في بعض الشباب وبعض البنات. نعم. الشابات اللي ما كناش نتوقع منهم يكون لهم دور، كانوا ربات بيوت أو اهتماماتهم ضئيلة وبسيطة، جامعتهم، بيوتهم، ولكن المحنة اللي فيها الشعب والوطن جعل الناس تعمل جاهدة على إظهار أجمل ما فيها. فالناس تتكاتف في النواحي المادية، وتتكاتف في الإسعافات، تتكاتف في الاهتمامات وإدخال البهجة والسرور لقلوب الأيتام والأمهات الأرامل. يعني صار كل واحد يحاول يقدم جهده، ولكن القضية أولا وأخيرا تعود إلى أخلاق الشخص وأفكار هذا الشخص. ربما يكون جارك هذا عنده إمكانيات وغني، ولكن مثلا حوثي،
هذا الحوثي اللي قارك ما بيرحمكش، ما بيتعاطفش معك، ولكن الآخر ممكن يتعاطف معك. فالقضية أولا وأخيرا تعود إلى الأخلاق والدين. نعم. طيب نعود مثلا للحديث عن المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة خاصة في المناطق المحررة. هل يعني استطاعت الدولة أن تكون مسؤولة على الأقل اجتماعيا أمام مثل هذه الأسر؟ الدولة لم تقدم أمر مادي، لأن الدولة هي بحد ذاتها الشرعية بحد ذاتها عاجزة عن هذا الأمر. لا يوجد سيولة، لا يوجد تقديم المال، هذا يعتبر صفر. ولكن يا المسؤولين الآن، رئيس الوزراء موجود داخل عدن وبقى فترة طويلة وما كانش حتى الناس تتوقع هذا الشيء منه، تصرف يعني عاد الثقة في الحكومة طبعا. يعني في كثير راهنوا على أنه يلا يبقى أسبوع ويمشي من عدن، ولكن الآن بقاؤه لفترة طويلة عاد الثقة من جديد في الحكومة. وأعتقد أن الحكومة قادرة تقدم الكثير لو كانت أيضا قادرة أن تقدم المال، لكن للأسف يعني حتى الجيش ما عندهمش رواتب، كثيرين يعانوا معانا شديدة في هذه الظروف. نعم. إذن تنضم معنا أيضا الأخت أم الحارث، قريبة الصحفي عبد الخالق عمران من صنعاء. مساء الخير أخت أم الحارث، وكل عام وأنت بخير. مساء النور علينا وعليكم وعلى الشعب اليمني إن شاء الله بالخير والحرية. نعم بإذن تعالى. أخت أم الحارث، يعني بداية سنسألك عن والدة عبد الخالق عمران التي يعني أتت من وصاب وظلت فترة طويلة يعني تقوم بالوقفات الاحتجاجية لخروج ابنها حتى تعبت وعادت إلى قريتها. كيف مر عليها هذا العيد؟ مر عليها العيد ما زالت في انتظار، كانت لأنها أولا وعدوها بإطلاق سراحه قبل شهور، فظلت في صنعاء منتظرة لفترة طويلة، وجاء رمضان وهي في انتظار إلى حتى هذه اللحظة وهم منتظرين يعني طارق الباب. عسى أن يحس بالرحمة، أن يعرف أنه لم يسجن هذا السجان، أنه لم يسجن مجرم أو قاتل أو مرتكب جريمة، إنما أخذ بسمة الأطفال، أخذ أحلام الأطفال الصغار، أخذ آمال الأمهات يعني تعيش أجواء صعبة. نعم. ولكنها إن شاء الله ستصبر وسينال عبد الخالق الحرية وزملائه وكل المعتقلين بإذن تعالى، خاصة أنهم أحرار يعني كلمة ومختطفي لأجل الكلمة، تهمتهم الأبرز هي القلم. أستاذة أم الحارث، يعني ماذا عن الذكريات التي يعني بالتأكيد ستكون حاضرة في اللحظات العيدية التي قضتها أسرة عبد الخالق عمران، كيف مرت عليهم في هذا العيد؟ نعم، لقد يعني طفلته كانت تقول لن ألبس الجديد، ورفضت أن تلبس إلا أن يأتي إليها والدها وتعين معه. كما تعرفين أن أولاد عبد الخالق يعني لم يزوروه حتى لم يروه يعني من عام، وهذا شهر يعني عاما وشهر لم يروا والدهم ولم يستطيعوا زيارته، حتى لو تكلفنا عن السفر يعني وجاءت إلى هنا لا تستطيع أن تسلم عليه، خصوصا الصحفيين محاربين من الميليشيا، حتى أنهم لا يسمحوا لهم بمد أيديهم بالسلام إلى أسرهم أو أهلهم. نعم. هم يعني حزينين وفي انتظار، في انتظار دائم. نعم. كيف تمر أو يعني أيام العيد على الأطفال بالذات أخت أم الحارث، يعني الذين لم يجدوا يعني حتى تقولين أباهم لمدة عام كامل، يمر أيضا هذا العيد وهم منتظرين أباهم، ماذا يقولون وما هي تساؤلاتهم في هذه النقطة؟ ماذا يقولون؟ الحوثي لم يزرع في قلوب الأطفال إلا الحقد، يظنون أنهم إذا خرجوا من بيوتهم سيخطفهم الحوثيين، إذا ذهبوا إلى أي مكان، إذا حاولوا الاحتفال، يعني تجدين الأطفال كل مشاعرهم خوف وأمل، الأمل بأن يكون آباءهم حاضرين، أن يجدوهم، أن يسمع صوته. دائما ابنة عبد الخالق يعني تتصل بنا تسأل متى سيخرج أبي، يعني عن الأخبار، وخصوصا في الفترة الأخيرة روجت الميليشيا أنها ستقوم بإطلاق سراح الصحفيين، وأنها ستطلق المعتقلين كبادرة خير
لا أدري لمن، ولم نرى أي معتقل خرج حتى نعم. أنهم في ليلة العيد نظروا علينا ليلة العيد نعم. اتصالات ووعود بأنهم بأن لديهم أخبار مفاجئة لنا كأهالي أو كأسر، لأنهم سيطلقون سراحهم، ولكنها لعب بالمشاعر، يلعبون بمشاعر نعم. إنها وعود الميليشيا في نهاية الأمر. أخت أم الحارث، هل من وقفات أو احتجاجات ستقومون بها بعد العيد تقوم بها أسر المختطفين الأمهات والزوجات والأخوات أيضا؟ نعم إن شاء الله نحن مستمرين حتى تخرج قضيتنا إلى النور. قضيتنا قضية عادلة، قضية صحافة، قضية حرية. إذا نعم. ونقول لكم أنتم كإعلاميين أن تقفوا معنا وتكون لكم يد قوية أنتم والمنظمات. بالتأكيد هذا دورنا في نهاية الأمر. نعم هذا واجبنا أخت أم الحارث، وهذا ما سنقوم به. لن ننسى زملائنا الصحفيين، يعني إخوتنا في الحبر والكلمة. شكرا لك أم الحارث، قريبة الصحفي عبد الخالق عمران. نعم تفضلي. ونقول لكل الناس الساكتين أو حتى أهالي المعتقلين، إذا لم ينتصروا لقضية الصحفيين فلن تنتصر أي قضية، لأنها هي الحقيقة بداخل السجون. نعم إذا شكرا جزيلا لك أخت أم الحارث، قريبة الصحفي عبد الخالق عمران، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذة جهاد. أستاذة جهاد، يعني طرقت نقطة مهمة الأخت أم الحارث، وهي الوعود المتكررة الكاذبة التي تطلقها الميليشيا مرة تلو مرة، يعني لا مراعاة لأم مختطف ولا لزوجة مختطف ولا لطفل أيضا ينادي أين أبي. ربما هذا يعكس الوعود الكاذبة التي تقوم بها على مستوى السياسة، ليس فقط على مستوى أسر المختطفين. ما رأيك؟ أولا في الحروب لابد من ضحايا، حينما يكون في اقتتال لابد يكون في ضحايا، والمعتقلين المختطفين والإعلاميين وغيرهم المختطفين هم ضحايا، والشهداء هم ضحايا، يعني كل الحروب لابد فيها ضحايا، وهناك يعني طرفين للمعركة، لابد هذا يقضي على هذا وهكذا. يعني أعتقد أنه هذا حال الحروب دائما، واحنا في اليمن يعني ده شيء يعني لابد انه نشير اليه، انه دائما ما في مراحل ضاقوا فيها الويلات، اللي هي اختطافات واعتقالات على مدى السنوات كلها، يعني على مدى كل 10 سنين او 5 سنين لابد انه لا تجدع مجموعه من الاسر الا وفي مختطف وغائب من سنوات طويله. هذا تاريخ قديم في اليمن، ليس تاريخ جديد، يعني احنا نتوارث هذا الظلم. وأعتقد أنه العائلات، يعني العائلات اليمنية الصامدة مثل هذه الأخت وكل النساء اللي يروحوا يوقفوا يعملوا لهذون النساء شجاعات، يعني يقدروا يواجهوا ميليشيات مسلحة، وهذا من الشجاعة المرأة اليمنية اللي لازم أيضا يسلط الضوء على هذه الشجاعة. كمان أن الميليشيات التي تعتقل وتختطف وتقتل، أعتقد أنها تؤدي دورها الذي جاءت لأجله، هي لا تعمل شيء. يعني إيش نتوقع؟ يعني نتوقع أنها تقدم الهدايا والورود؟ هذا هو الشيء الذي جاءت لأجله. وأعتقد أنه علينا أن نظهر هذه الجرائم ونوضح للمجتمع الدولي، لأنه المجتمع الدولي يرى العكس، يرى أنه الخيرية مع الحوثي، ويرى أنه الحوثي هو المظلوم، ويرى أنه الحوثي وشلته وجماعة عفاش لم يخطوا في حق أحد. وأما بالنسبة للوعود فأعتقد أنه هذا ديدنهم، وهم متعودين على أنهم يوعدوا ويخلفوا، نوع من أنواع الحرب، هذه برضو حرب الباردة. نعم. طيب أستاذة جهاد، يعني تحدثي عن شجاعة المرأة اليمنية وكيف تقف أمام الميليشيا بقوة وبصبر وبتحدي أيضا، لكنها يعني وجهت للأسف الشديد يعني بتصرف وتعامل لا أخلاقي تماما من قبل الميليشيا. هناك نساء أحرقن يعني حجاباتهن، أحرقن شعورهن في رسالة، حينما يعني تصل المرأة إلى هذا الحد، يعني يفترض أن يستحي اليمني الأصيل من مثل هذا التصرف، ولكن للأسف يعني لا يمنية خالصة في قلوب هؤلاء، ووجهت يعني ولا كأن الأمر حدث، ربما يعني استحدثوا أمرا جديدا على اليمنيين، وهو ضرب النساء بنساء أخريات مسلحات. الحروب دائما تكشف العورات، الحروب دائما تكشف عورات المجتمعات وعورات المقاتلين، والقاتل والمقتول تكتشف عوراتهم، وهذا الذي حدث، وأنه في أزمة أخلاق كبيرة في اليمن.
نعاني من أزمة أخلاق طبعا لها جذور وقديمة جدا وظهرت في هذه الحالة في هذه الظروف. أعتقد أنه إحنا نعاني من عدة نواحي، ومشكلتنا مشكلة الحرب ليست مشكلة سلاح ولكن مشكلة أخلاق، مشكلة قيم، مشكلة مبادئ، مشكلة انتماء، مشكلة عويصة ومتجذرة ولها عدة أسماء. نعم، إذن يعني كيف يمكن أن نحاول أن نعالج مثل هذه القضايا، خاصة وأنها يعني مرتبطة، أنت قلتي أزمة أخلاق، يعني أنها مسألة نفسية اجتماعية، شخص البيئة، يعني ثقافة بيئة بالضبط. كيف إذن يعني نحن الآن صعب أن نقوم بعمل أي شيء في ظل هذه الحروب، ولكن ما بعد الحرب ربما ستظهر سوءات أكثر وأكثر إن لم يتم تلافيها. احنا نعاني النكبة، قلت لك يعني اللي يحدث الآن في ظرف سنة ربما في دول ثانية يحدث في ظرف 10 سنوات، ولكن احنا اختصرنا كل الجرائم في فترة سنة بجدارة، يعني عمل إجرامي. لماذا برأيك؟ لأنه عندنا أزمة أخلاق، لأنه احنا نعاني من قبل من سنوات طويلة بأزمة الأخلاق، احنا نعانيها معاناة متجدرة. قلت لك في فساد متجدر في المجتمع اليمني. احنا كيمنيين، واعتقد انه هذا مش عيب ان احنا نتكلم عن أخطاء المجتمع، لأنه أخطاء المجتمع هي اللي وصلتنا للحالة اللي احنا فيها، والسكوت عليها ايضا هو اللي وصلنا. يعني هي لا توجد بنية تحتية مادية حقيقية للبلد ولا بنية تحتية للأخلاق أيضا. طبعا احنا لا نملك بنية أخلاقية في المجتمع اليمني، ولكن كنا نتعايش بالمعروف، كنا نتعايش بشيء بخيرية موجودة في النفس، كانت يعني لا زالت موجودة، كان بعض الأشياء اللي متعارف عليها، بعض العادات والتقاليد اللي هي أساسا من المجتمع بعيدة عن الدين أيضا نفعت في بعض الظروف. ولكن حينما تأتي لك جماعة لا تؤمن بقضاياك ولا بثوابت هذا المجتمع، فهذه النتيجة. طيب ألا يعني أنت الآن ربما تناقضين الكثير من ما يتغنى به اليمنيون، ونحن أصل الشهامة ونحن الأرق قلوبا والأطيب أفئدة، يعني ربما سيزعج حديثك هذا العديد من المتابعين. لازم يعني هل من الضرورة أن نضع مرآة أمامنا لنكتشف أخطاءنا حتى يتم تقييمها، أم نظل نتغنى بأننا الأرق قلوبا والأطيب أفئدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، هذا كلام النبي ونحن نصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون على أجيال لم نعرفها، يعني الله أعلم، وقد يكون على أناس بيننا لكن ليس لهم الحذوة ولا الوضوح ولا الظهور. المشكلة في اليمن أعتقد أنه إحنا لازم نكون واقعيين وصادقين، وعيبنا أن إحنا نتغنى بماضي جميل وننكر حقيقة الواقع المؤلم الأسود، يعني فيه كثير من السواد. ونحن إذا كنا نريد أن نكون صادقين ونريد أن نكون مخلصين ونغير، لازم أن نطرح أيدينا على الجرح، على الألم، ونعالج الألم. أما أننا نجلس نغطي العيوب إلى متى؟ تكشفت عوراتنا. يعني بعضهم سيقول هذا ليس أمر عام، يعني سيئة تخص فئة معينة أو جزء ليس من المجتمع كامل، بدليل أننا يعني تحت سلطة ميليشيا لا وجود حقيقي للدولة، ومع ذلك لم يتآكلوا الناس حتى الآن، يعني ما زال هناك. إيش نوع التآكل يعني؟ يعني إيش يكون نوع التآكل يعني؟ يعني في نهاية الأمر لم تحدث يعني السرقات بذلك القدر، الجرائم القتل بين الناس، يعني هي حروب بين يعني جهتين، دولة وميليشيا، لكن بطبيعة الحال لم تنهر المنظومة المجتمعية إلى هذا الحد. والله يمكن أختلف معك في الرأي، لكن انتشار القلق والخوف وعدم الأمان هذا بحد ذاته يدل على دلائل يعني سيئة، إضافة لأنه الغلاء الفاحش اللي في اليمن يدل على دلائل سيئة، إضافة إلى انقطاع الرواتب، وفئة معينة أصبحت الآن فاحشة الثراء في هذه الفترة، هذا يعني مدلول سيء. غير أنه يعني اللي يملك السلاح هو القوي فقط، وهذا اعتقد ثقافتنا من زمان، يعني مش ثقافة جديدة. إنما لا ننكر أن المجتمع فيه من الطيب وفيه من الخير وفيه الكثير، ونحن اليمنيين فينا التراحم، فينا صفة التراحم، هذه أعتقد أنها واضحة كثير. ولكن أعتقد أن الإعلام اليمني يفترض، بالذات الإعلام اليمني عليها أن يضع يده على مكامن الجرح والوجع ويتكلم عنها. يكفينا مغالطات، يكفينا خداع لأنفسنا، إحنا مجتمع حارب الفضيلة لفترة طويلة، إحنا مجتمع حارب النجاح. إذا في إنسان ناجح، وهذا الإنسان الناجح لا يوجد وراه قبيلة،
ولا يوجد وراءه من يدفعه إلى الأمام، فهو بيكون في آخر الصفوف وبيتقدم الصفوف الفاشلين اللي ما عندهمش أي كفاءات لمجرد أنه من يدعمهم، هذا بحد ذاته فساد. يعني أنت كامرأة يمنية مثقفة واعية لابد أن يكون لك نظرة لهذا الواقع المر اللي عشناه من سنوات وما زلنا نعيشه. إذن يعني ربما بهذه اللفتة التي يفترض أن يعني رسالة وجهتها للمجتمع أن يصحو وأن يضع أمامه مرآة حقيقية توضح مكان من الخلل في هذا المجتمع حتى يستطيع تصحيحها. نختم هذه الحلقة يعني شاكرين لك أستاذة جهاد الجفري عضو الهيئة الاستشارية الوطنية لوجودك معنا في المساء اليمني، وكل عام وأنت بخير مرة أخرى. مشاهدينا الكرام نجدد معايدتنا لكم، وكثير من الأسر يعني الشباب اليمني الموجودين لديهم الكثير من الأسر التي عيدت بدون أحبتها، ونحن عيدنا أيضا بدون أحبتنا. وجه تحايا لجميع من يتابعنا خاصة لوالدتي الحبيبة، أقول لها كل عام وأنت بخير، لما استطيع أن أعيدها خلال هذه الفترة بسبب ضغوط الاتصالات. شكرا مرة أخرى لكم مشاهدينا الكرام ولجميع أحبتنا، كل عام وأنتم بخير.